السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طلاب الصف السادس الابتدائي، تعالوا مع بعض ناخد الباراجرافات المهمة اللي على الوحدة الخامسة، وما تنسوش طبعا الانجليزي اسهل مع مس سارة سامي. بالنسبة لقناتي على اليوتيوب، قناة الانجليزي اسهل مع مس سارة سامي، اشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم الجديد بتاعنا، وصفحتي على الفيسبوك برضو باسم نفس الاسم الانجليزي اسهل مع مس سارة سامي. اعجاب بالصفحة ومتابعة. تعالوا نشوف معانا ايه النهاردة. اول حاجة عندي بيتكلم على my، ممكن يقولي my sister او my brother او my اي بقى ايه حاجة من تبعي، اختي اخويا اي حد تبعي. ماله has the flu، عنده انفلونزا، عشان كده انا حاطه لكم تحتها خط. طيب لو جات لي على المذر هكتب ايه بعد بدل sister؟ هحط mother وهتبقى برضو she. طب لو جالي على البراذر هيبقى my brother او الفازر واقول هي، تمام، وهم في الضمير، تمام. طب تعالوا نشوف بقى احنا كتبنا هنا ايه على السيستر. قلنا I have one sister، انا عندي اخت واحدة. she has the flu، هي عندها انفلونزا. she is very ill، هي مريضة جدا. she isn't good، هي مش كويسة طبعا. I am worried about her، وانا قلقانة عشانها. طيب ده اول باراجراف معانا. طيب نشوف الباراجراف الثاني بيتكلم على ايه. بيتكلم على my brother، عن الاخ who is a pest، هو بيكون مزعج. طيب ممكن بدل البراذر برضو زي ما احنا قلنا في الباراجراف الاولاني يبقى على السيستر، فبرضو هنكتب سيستر ونغير بدل هي تبقى شي وبدل هم تبقى هير، تمام. طيب تعالوا كده نشوف هنعملها ازاي. I have one brother، أنا لدي أخ واحد. he is a pest، هو بيكون مزعج. he takes my things، هو بياخد أشيائي. he always bothers me، بيزعجني. I love him، وأنا أحبه. I don't love his doing، وأنا بكر إيه بحب ما بحبش أفعاله. طيب تعالوا نشوف معانا إيه كمان. آخر باراجراف معانا على الوحدة دي هو بيتكلم لي على daily activities، النشاطات اليومية. طبعا ممكن نكتب فيها اي حاجة، الباراجراف ده مفتوح بالنسبة لنا، ممكن نكتب فيه جمل كتير بسيطة وسهلة، ولكن احنا اخترنا الجمل دي يا رب برضو تكون بالنسبة لكم بسيطة. كتبنا فيها ايه؟ I woke up early، انا بستيقظ مبكرا. I go to school، بذهب للمدرسة. I take 7 lessons، انا باخد 7 حصص. I take a maths test twice a week، انا باخد امتحان او اختبار رياضة مرتين في الاسبوع. I go to home، انا بذهب للمنزل on foot، سيرا على الاقدام. طبعا الجمل دي بالنسبة لكم بسيطة وسهلة، ممكن نزود عليها جمل تانية، ده حاجة ترجع لكم، مهم تكون جمل بسيطة، ونحاول دايما نستخدم الزمن واحد. كده الفيديو بتاعنا خلص، اللي استفاد منه ما ينساش يضغط لايك. في امان الله.